كنت لسه بتكلم مع حد من اللي بتقدم خدمات مخصصه لنوعيه معينه من البيزنسز، وبتقدمها في صوره استشارات او كونسلتيشن. وكمان نوعيه البيزنس دي مش بس مجرد للافراد لكن للمؤسسات، والاستشارات اللي هي بتقدمها مقسمه على مجموعه جلسات بتقدمها لمجموعه كبيره قوي من الناس. فبالاضافه للسيشنز اللي هي بتقدمها، ابتدى يطلب منها ان هي تسجل الجلسات دي على انها كورسز او مجموعه فيديوهات، بحيث ان هي تكون مع الشركه فتقدر تشجع او تفكر الموظفين اللي خدوا السيشنز دي قبل كده عشان الموضوع يكون في ذهنهم ودايما يستخدموه في حياتهم اليوميه. بس كان في شرط صغير، ان مجموعه السيشنز او الفيديوهات اللي هتتسجل هتكون تحت اسم المؤسسه اللي طلبت من رائده الاعمال دي تقدم لهم السيشنز، مش تحت اسمها الخاص. يعني الفيديو هيتقدم بجايد لاين او بمواصفات وهيتحط عليه لوجو المؤسسه اللي بيتقدم لها الكورسات دي. وكان سؤالها، هل اعمل كده لان ده هيفتح لي باب شغل معاهم ازيد ولا لا؟ لو انت استشاري وليك البيزنس الخاص بتاعك، لازم الماتيريال اللي تقدمها تكون باسمك انت، محطوطه تحت الاسم بتاعك انت، ما ينفعش تكون تحت اسم حد تاني. ده مش انترفيو بتعمله مع شركه او مع قناه فضائيه او مع برنامج بتقدم فيه ماتيريال، او ان ده كورس بتقدمه على يوديمي او لينكدين ليرنينج. لا، اللي يتقدم يكون باسمك انت، لان ده مجهودك، ده تعليمك، ده خبراتك اللي خدتها على مدار سنين، ده الاستثمار اللي استثمرت فيه وقت وفلوس ومجهود، فلازم تستغله تحت اسمك انت. ده في حاله انك حابب تعمل كده. ممكن تفكر تقول انا افضل ان انا اخد المبلغ المال ده لان ده عصفور في اليد افضل من 10 مش في ايديا. لكن نصيحتي ليكي، خلي الاستشارات باسمك، الخدمات تكون باسمك انت، وشارك الكلام ده مع المؤسسه اللي تتعاملي معاها. لو هم بروفيشنالز هيقدروا الكلام ده كويس.